الفراخ نشوحها في البصله او متعصجه في البصله، هنطفي ونسيبه يبرد شويه، نقلبه شويه. يعني عملنا البشاميل وعصجنا الفراخ كله في حله واحده. طلعنا المكرونه وصفيناها، هنضيف البشاميل فوقها كده، نسيب حبه صغيرين في الاخر. مفيش راق وراق بقى، كله مع بعضه خلطة واحدة، مكرونة مع الفراخ مع البشاميل، كله اتعصى اهو، كله غرق في البشاميل. فراخ حتت على الوش وحتت ايه جوه، بقيت البشاميل فيه طبعا فراخ اهو، هنغطيه، نغطي الصواني دي كده. تمام، طبعا الجبنه الرومي كتير، الجبنه الموتزاريلا على حسب انت عايزه تحطي ميكس جبن، مفيش مشكله، بيدي طعم حلو جدا في المكرونه. كاملة على حسب، هي برضه بقى فيها حتة صغننة، برضه شوية جبنة رومي على الوش. قادرة أقول لكم على ريحتها وعلى طعمها وعلى جمالها، والجوسي خالص كده. يلا حبيبي الهنا والشفا.